إسبانيا تفجر سفينة أمريكية في كوبا وتقتل 266 بحاراً. هذا ما نشرته صحف أمريكية صبيحة أحد الأيام من العام 1898. بالتأكيد أثار الخبر غضباً شديداً لدى الشعب الأمريكي، وطالبوا جيشهم بالثأر وهو ما كان. فأعلنت أمريكا الحرب على إسبانيا، واشتعلت معارك سقط فيها عشرات آلاف الضحايا. ولم يكن القتلى والجرحى وحدهم الضحايا، فملايين المواطنين الأمريكيين كانوا ضحايا لما يعرف باسم الصحافة الصفراء. كيف ذلك؟ تابع هذا الفيديو لتتعرف على قصة الصحافة الصفراء. مع ازدهار الصحافة في نهاية القرن التاسع عشر، احتدمت المنافسة بين الصحف المختلفة، ومن أبرز الصحف المتنافسة كانت صحيفة نيويورك جورنال وصحيفة نيويورك وورلد. بحسب المؤرخين، أرادت الصحيفتان جذب القراء بأي وسيلة، حتى لو لم تكن تلك الطرق تلتزم بالمهنية والموضوعية. فاعتمدتا الأخبار المثيرة والإشاعات وقصص الفضائح والمبالغة والعناوين المضللة، وكثيراً ما سببتا المشاكل بسبب طريقة تغطيتهما للأخبار. وفي عام 1895 نشرت نيويورك وورلد قصة مسلسلة بعنوان The Yellow Kid. كانت القصة عبارة عن كاريكاتير ساخر يصور حياة طبقة العمال في مدينة نيويورك، وحققت شعبية كبيرة. فلم تسكت منافستها نيويورك جورنال، ونشرت سلسلة مماثلة تحت نفس الاسم. ومنذ ذلك الوقت عرفت الصحيفتان بالصحف الصفراء، وهو المصطلح الذي سينتشر لاحقاً في كل العالم للإشارة للصحافة غير الأخلاقية. في تلك الأثناء اندلع تمرد في كوبا ضد إسبانيا التي كانت تحتل بلدهم. غطت الصحيفتان التمرد بشكل مكثف، وركزتا على الوحشية الإسبانية ضد المدنيين الكوبيين، وهي قصص مبالغ بها، والكثير منها كان كذباً بحسب المؤرخين. أثار ذلك الرأي العام الأمريكي ضد إسبانيا، وطلب الكثير من الأمريكيين بالتدخل في كوبا لمساعدة الثوار، إلى أن جاء الحدث الأهم. ففي عام 1898 انفجرت سفينة حربية أمريكية في ميناء هافانا بكوبا، ودون تردد اتهمت الصحافة الصفراء إسبانيا بالوقوف وراء الحادث، الأمر الذي أثار حالة من الهستيريا في الشارع الأمريكي للمطالبة بالثأر. وسرعان ما أعلنت الحكومة الأمريكية الحرب على إسبانيا، مستغلة التحريض وتجييش الناس الذي وفرته التغطية الصحفية للحادث، وكانت نتيجتها قتل حوالي 2500 أمريكي وأكثر من 15,000 إسبانياً، وهزيمة إسبانيا لتصبح كوبا جمهورية مستقلة تحت سيطرة ونفوذ أمريكا. وبعد انتهاء النزاع خرج تقرير أمريكي أكد أن سبب انفجار السفينة كان حريقاً داخلياً وليس هجوماً إسبانياً. فهل تعرف حروباً أخرى سببتها الصحافة الصفراء؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا كي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.